انتوا مقطوط على بقى 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 واقفين دايرين وقفة قدام الساحة اش كنتفاجئوا بنا والسلطات كتهجم علينا حنا كنديروا هاد الشيء هذا وراكم شفتوا كل شيء راكم شفتوا التدخل لازموا مشكل كبار هذه عندنا نقطة واضحة تحية لكاع الإخوان واحد النقطة والست كان ممكن هاد العملية ديال التواصل اللي درتيها معنا دابا كان ممكن دار في الأول كنا باقيين مجموعين محتلين يعني لا طريق عمومي لا حتى حاجة غادي تجي غادي توجه واحد النداء واحد الخطاب غادي تعلم إخوان طلبة الحمد لله على مستوى واعي عارفين شنو كيديروا عارفين علاش خارجين أكثر من 90% من الوقفات اللي كيخرجوا في المغرب ما كيكونش مرخص لهم من الرباط قدام البرلمان إلى غير ذلك احنا عارفين ما يمكنش حنا الحكومة اللي كناضلوا ضدها غادي نجيو ناخذوا من بعد طلب ديال الترخيص خليوني نكمل إخوان ما جاتكم بخير أستاذ كان ممكن أحد إخوان ما علموا ما حتى حاجة جاوا مباشرة دخلوا الحلقة يشتوا وسط الشانطي إخوان كاع طلبة ما عرفوا واش تبلاو طالبات ما تمش الاحترام ديالهم كيتم في التبيع ديالهم والطالبات مازال حنا كطلبة نقبلو حنا الإخوان ما تتعاملش التعامل معنا بعدا بشكل إنساني قبل ما يتم التعامل معنا بشكل قانوني وزعما عندنا كيتعرضوا لمطالبة كان راضي تيكريسي وكنديروا حنا طلبة معاه تحية للأستاذ اسمح لي شوفوهم سي الاختبار حسيت حدانا المهم الإخوان إذا الشعب يوما أراد الحياة عمر عمر ممكن ممكن عمر شي اقتصاد في 2001 في البيولوجي والماستر في 2001 و2001 البيولوجي اللي قريت لا والله ما قارينا حنا وزاد كل 1900 ما قارينا البيولوجي هما كان عندهم بيولوجي انيمال في جيتا كاين تطور كاين تطور جيني والله انا ديفلوب انا كنعاودك واحد القضيه والله الا في الاول والله الا حسين ما عمرنا تخلنا حنا ما كنا معاكم واش دابا في الوقت كانت سلميه هذاك السيد راه كانوا عندنا عبد الله الا بزاف صحافينا والله انتم صحافينا كنا غادي نديروا المشكل ديالنا هذا كنتفاجئوا بانه باحترام المصادر القانونيه كيجي كيتم التفريغ ديالنا هذا الشيء هذا هو اللي كاين ما بغيناش تضرب حتى شي واحد حنا التظاهر ديالنا سلميه حنا كنعبروا على وعي ديالنا كاسا افريقيا كابلا هاد المدينه المهمشه كنعبروا على الوعي ديالنا الاخوان اي حاجه كتبع لكم حنا راه مسؤولين على كاملين كطلاب ومعطلين اساتذه وكشباب ديال افريقيا ما بغينا حتى شي واحد فيكم يتقاس ولا طالب ولا طالبه ونسأل الله أن هاد الشيء اللي كيديروا فينا هاد الناس حتى يوم القيامة نتحاسبوا عليه حتى يوم القيامة نتحاسبوا عليه وهذه دولة فاسدة وهذه دولة فاسدة
أخوات طالبات ما جاتكم بخير، ما نمارسه اليوم على أرضية مدينة خريبكة هو شكل نضالي واعي. حنا الإخوان طلبة كنناضلو وكنعرفو شنو كنديرو، وتا واحد ما كيقرينا شنو هو النضال، لأنه مدرسة دوزناها بجميع الأركان ديالها. هذه بعدا نقطة واضحة، وكنتمنى من جميع الطلبة والطالبات ديال الفرع ديال أف بي كمدينة خريبكة يبينوا على هذا الوعي اللي تكوناه من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مبادئه الأربع. هذه كانت نقطة أولى. نقطة ثانية، يجب على الإخوان والأخوات الطالبات أن الهدف ديالنا يكون واضح. الهدف ديالنا هو أننا رافضين قرار ديال وزارة التعليم أنها تحل السن ديال القبول بالولوج ديال المباراة ديال التعليم 30 سنة. الأمن ماشي هو المعركة ديالنا، ما بغيناش ندخلوا في الصداف خدع عوض فاش نبقاو نهضروا على القرار ديالنا. غنوليو نهضروا نخرجوا هذه ولا نخرجوا هذا ولا نخرجوا هذا. الإخوان خاصنا نكونوا حكماء باش المعركة تجيب النتائج اللي بغينا. اليوم الموقع ديال خريبكة كباقي المواقع في مدينة مراكش، في مدينة طنجة، في مدينة فاس، اللي من هنا كنرفع عليهم شارط الانتصار، كنقول لكم بأننا خاصنا نكملوا المسيرة اللي بداوها كاع الفروع في المملكة كاملة. الحجاج ستطول، الحجاج ستطول، وبالموسى هو المسؤول، وبالموسى هو المسؤول، أهم تحية لدارية عالية من داخل أوسع القواعد الطلابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. نسب آلاف تحايا لأبناء هذا الموقع الأبي، كما نسب آلاف تحايا للشهيد عبد الله حجوري وشهداء الحركة الطلابية بالأخص وشهداء المقاومة المسلحة وأعضاء جيش التحرير. الإخوان كتفاعل مع المداخلة ديال الأستاذ أبها على أساس أننا عندنا هدف واحد وهو إسقاط هذا القرار المشؤوم. ما عدناش الهدف على أننا نتواجهوا مع الناس.